لكن يبقى ثاني سؤال، يعني نحن نتحدث عن النخبة، لا أدري بالضبط، يعني ثم النخبة السياسية والاقتصادية، ثم النخبة الإعلامية، وثم حتى النخبة الرياضية، وثم ما يسمى بالنخبة الأكاديمية، يعني التقنية والمعرفة، معناها هذوما التكنيسيان دو سافوار اللي يقول عليهم الفيلسوف الفرنساوي ألان باديو، يراودون السلطة، يتملكوا، يتحوزون على اعتراف أكاديمي يمكنهم من مراودة السلطة على أنفسهم. وهناك النخبة اللي يمكن نسموها المثقفين بالمعنى، مش باش نقول لك الجرامشي، بالمعنى السعيدي نسبة إلى بارت سعيد، وبالنسبة وبالمعنى النيتشوي. نيتشه يقول المثقف هو كالطبيب، إذا أخطأ التشخيص قتل المريض. كذا المثقف الذي يخطأ في تشخيص مشاكل مجتمعه يساهم فيما يسمى بالتزييف الأيديولوجي، وبالتالي يدخل في مسألة أخرى تفقده صفة النخبة أو صفة المثقف. وإدوارد سعيد يقولها علنا، المثقف والسلطة لا يلتقيان، حتى وإن حكم رفاقنا، يعني حتى وإن حكم من هم قريبون إلى أهدافنا، يجب أن نكون في المعارضة، ليس بمعنى المزايدة، وإنما بمعنى صمام الأمان، لأن السلطة دائما حكم، يعني كما الذباب، يعني يدور بها كل المتملقين وكل كذا. الرفاق الحقيقيون لأي ثوريين يحكمون أو أي نخبة سياسية تحكم، النخبة الحقيقية يجب أن تظل صمام أمان، ترقب، تنقد، تحرس الحلم أكثر منها. هذا النوع هذا نادر جدا، يعني في منطقتنا المغربية أو منطقتنا يعني العربية. هذا أستاذي من جانب، وأنا أجيبك، يعني سندخل إلى تونس، لأنه ما كان يقولوه الإخوة من موريتانيا إلى شقيقة ليبيا مرور بالجزائر والمغرب، يعني هي نفسها، يعني الحال من بعضه. في الغرب أستاذي، الغرب المجتمعات حسمت بعض المشكلات. فمش في فرنسا واحد يقول نحن أمة فرنسية، واحد يقول لا نحن مانيش أمة، يعني العالم الفرنسي، يعني أمم حلت عديد المشكلات، أصبح فيها يمين ويسار، قوة محافظة وقوة تنشد يعني التغيير الجذري من منطلقات، تقول أنت يسموها تقدمية أو يسارية أو شيء من هذا القبيل. إحنا مجتمعاتنا لا، إحنا مجتمعاتنا ما زالت فيها معارك الوحدة، فيها معارك الاستغلال، فيها معارك الحرية. فيها المؤلم أنه انقساماتنا اللي حتى سرقت حتى المثقفين، يعني تلقى الطرح الإسلامي المعادي لحق العرب، يعني نحن ماليش أمة، يقول لك إحنا في أمة عرب. تلقى اليساري اللي يقول لك لا، الأمة هذه مقولة برجوازية، وبالتالي يتنكر المسألة الانتماء الكياني وهذا الأمر. تلقى نخب علمانية تتنكر إلى عمق هالمجتمعات اللي هو عنده عمق حضاري كبير، ودين، والدين مش بالضرورة عبادات فقط، وإنما هو أنثروبولوجي، يعني الناس تتنفس، يعني معنى هذا المعطى. وبالتالي أخي، ما نحاولش نكون معاك متشائمة من كل أستاذي، وأنا أدخل مباشرة إلى سؤالك، أنه النخب يبدو أنها تعرف بالأمم التي يعني تنتمي إليها. نحن من سوء يعني بما معناه كما تكون نخبتكم يعني. في جانب نعم أستاذي، نحن عندنا قرن وربع، تو قرن وربع من يعني الخروج من مقولات دار الإسلام ودار الخلافة وكذا، تعرف أنت مع المد الكولونيالي، وأصبح تعريف العالم، تعريف الأمم، أصبح عندنا تعريف علماني للأمة، الأمة الإسلامية، أصبحت الأمم الاجتماعية، يعني أم هذا مع رب وهذا فرنسيس وهذا ألمان، قبل كان قال هذه دار الإسلام وهذه دار كذا، باهي. إيش صار؟ عندك نخبة إن صح التعبير متسيس على قاعدة الإخوان المسلمين، وتعرف أنت وين مشوا. نخبة أخرى مشت على قاعدة القومية العربية، نخبة أخرى مشت على قاعدة الغربنة يعني العلمانية، نخبة على قاعدة يعني اليسار. سامحني بالدرجة التونسية، هالأربع نخب يترسوا شكل المبغلة على مدار قرن وربع. الأمة ما عادش تعرف نفسها اليوم، حتى بالأشقاء ليبي وتونسي وجزائري، لا لا، اليوم هبطنا لوطة خلاص، ولا شيعي وسني ولا بربري وأمازيغي وكردي وسوداني وقبطي. والأمم والنخب هذه هل ساهمت في إيقاف هذا التيار أم دعمته؟ أعتقد أنها دعمته أكثر. أنا ديما نقول كلمة أستاذي، النخبة اللي واحد يتبع حاكم غالطة، مش نخبة هذه، اللي نخبة المثل الأعلى بتاعه بوط عسكري، سامحني في بعض الخشونة في اللفظ، ما هيش نخبة. النخبة يفترض زولا، زولا عندما قال جاكيز قال أتهم، نحن محتاجين إلى نخبة فوق هذه الصراعات الإيديولوجية. أنا ديما أقول كلمة، العروبة مش خدمة القوميين، أسمى أمة مضطهدة، يفترض الطائرات السياسية الكل تلتقي حول هذه المقولة. ثم إسلام تمارس ضده إمبريالية حضارية وثقافية وعنف إبستمولوجي، يفترض أنه المثقفين ينظرون بإيجابية إلى هذا الأمر. ثم استغلال ومفقرين، يفترض
معناها عندك نخبة عربية أو مغاربية، أو قول أنت حتى في تونس تتعارك حتى على كلمة لا إله إلا الله. يعني نخب متضادة، نخب متنافية، نخب ساهمت في تأزيم الوضع أكثر من حل حالة يعني الوضع.